السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اللي هنكمل الجزئية بتاعة الفاتورة النهائية. أول حاجة هنعملها النهاردة وهي لما نضغط على هذا الزر الجميل اللذيذ ده يجيب لي كل الكمية اللي هنا يتحط هنا. دي أول نقطة أهي، سهلة أوي، مفيش أي مشكلة عليه أي خالص. هنيجي هنا، ده هنا اسم الـ QM، وكل اللي هنحتاجه تاني اللي هو كمية التعبئة كيو. هنيجي هنا عند الـ الكوماند دوت، ونيجي هنا ونستخدم عند الضغط على هذا الكوماند مي دوت الكمية المباعة بتساوي مي دوت كيو. بس تعالى كده نشوف، نختبر هذا الموضوع. فواتير جت اهي بقت ستة. بس احنا عايزين نقول له بقى هنا ايه، احنا عايزين نعمل طرد جديد عشان بس ايه بقى فاهمين كده. رقم التعبئة 9 ماشي، مش مشكلة عليه. احمد جت برضو، رقم الطرد ده رقمه 20. عبارة عن ايه بقى الـ20 ده؟ هات لي ده، هات لي الصنف ده 3 منه، وهات لي الصنف ده سيبك من ده بقى عشان ده خدناه قبل كده. الـ40 ده هات لي منه 2 ماشي، وعملنا بلوك. الراجل قال احنا كده عبينا الايه القصص في السلة. هنخش بقى على الفواتير ونخش على حد العميل اللي هي الطرد رقم 20 اللي هو ده. بص بقى يا سيدي، هنا جابها لي فاضية، الكمية فاضية. لا احنا عايزين المهم الكمية، القيمة الافتراضية بتساوي صفر ماشي. هنيجي نقف هنا اهو، القيمة الافتراضية بتساوي ايه؟ صفر، لازم تبقى صفر. بقينا والله عملتها، مش عارف ليه متعملتش. نشوف كده فواتير رقم، مش عايز تعمل صفر. طب هل هو منضم ولا مش منضم؟ منضم بتاع كيو ام. طب معلش نشيلها. تعالى يا كيو ام فين؟ كيو ام اهي. نحاول كده نعملها هنا من خلال الجدول ده، الكيو ام دي هو ايه النمبر، والنمبر ده ما ينفعش نعمله ماشي. نخليك فانسي، والكيبورد الفردي بتاعه بتساوي صفر. بس في حاجة تانية، اللي هي بقى لازم نشيل العلامة اللي هي الجنيه المصري، اللي أصلا ده المفروض كمية المباعة كويسة. نشيلها من الزق أهي، كاما أهي. خليها بقى إيه، فيها يعني بعد الـ10 يعني. خليها يعني ليه بقى؟ يعني ممكن تستخدم نص، ما اعتقدش النص دي شغالة يعني. نص كتاب ما اعرفش، ما اعتقدش. فاحنا هنشيلها بس هنخليها بهذا الشكل. هنعمل بقى ايه تعبئة مرة اخرى، رقم الطرد 21 خد الأسوأ لم يأتي بعد 3 أو 33 قصة، والـ40 قصتين. نيجي هنا على الفواتير، ونيجي هنا عند 21 التحديد. أيوة بس هنا طبعا جبها لي عشان ده طبعا نموذج، هنعملها دلوقتي صفر. نيجي هنا هناخد كل الكمية اللي هنا 33 خلاص ده تأكيد، وهنا هناخد واحدة بس. احنا بقى هنا يدينا
هنشتغل بقى في سعر البيع وسعر ايه الجملة، سعر البيع وسعر الجملة، تمام؟ هنشتغل فيها دلوقتي. اول ما يفتح تلقائي يجيب لي سعر البيع ده هنا، اللي هو السعر ده، لو حددتها يجيب السعر التاني الجملة. طيب هنشتغل فيها ازاي بقى؟ هنخش هنا على مساعد سب فورم، هنيجي هنا هات الكلمة دي والكلمة دي، واحد غير دي، مش عسل. هنيجي هنا وهنعمل اتنين من ده من تكست بوكس، واحد ادي التاني، هنعمل كلمة افتراضية بالأول بتساوي سعر البيع، والتاني بتساوي هنعمل ايه؟ أول حاجة ده هنختفي، هنقول له والله لو ده بتساوي ده يبقى هات لي القيمة بتاعت سعر البيع دي هنا، لو ده بتساوي ده هات لي القيمة اللي هنا وده هنا. واحد هيقول لي طب ليه أنت عملت كده؟ طب ما تعمل كده على طول مباشرة بدون ما تعمل التكست بوكس دي بالفيجوال بيزك على طول. هو راجل محترم ومش اي حاجه على دماغي من فوق، بس انا عايز اقول له الكتابه بالعربي في الفيجوال بيزك يعني نقدر نقول كده او او بيستخدم، مفيش مشكله فيه اي حاجه، بس النسخه اللي عند العميل اللي خد البرنامج حملها مش متعربه، مش هيفتح عنده البرنامج خالص، او هتيجي عند الحته دي هيحصل مشكلة والبرنامج هيتقفل. فاحنا بنتجنب دايما ان احنا بنعمل برامج مش على مستوى ايه مصر او بعض الدول العربية، البرامج بتتحول على يعني ممكن واحد سعودي قاعد في امريكا مثلا حمل البرنامج، امريكا ما فيهاش ولا حرف عربي في النسخة الاكسس اللي عنده، مش هيفتح معاه. فاحنا بنحاول نبقى اللغة العربية في الاكواد يعني. هنيجي هنا ده التكست، ده نحفظه نخليه هنا، والتاني التكست التاني اللي هو ده 58 اهو، بس كده. هنا متفقين ان ده سعر البيع وده سعر الجملة، خلاص. وهنا تكست 47، يلا بقى بينا هنخش هنا اهو، يلا ناخد ده بقى من مرة. بعد التحديث، لو مي دو تكست 47 بتساوي مي دو، زين ايه اللي يحصل؟ مي دوت انهي بقى مي بقى وانهي دوت؟ اقول لك دلوقتي حالا اللي هو بتاع السعر ده، اس يعني، ماشي دوت اس بتساوي مي دوت. احنا قلنا دوت سعر البيع، يبقى السعر ده يبقى بيساوي ده. ممكن يقول لك لازم نعمل الامبوستروف اس ده ولا اسمه ايه؟
ماشي. إند إف هناخد نفس الكلام تاني، نفتح إف جديدة، كنت ممكن أعمل إلس إف مش مشكلة. لو بتساوي التاني بقى اللي هو 58 هياخد اللي هو السعر التاني. القيمة الافتراضية بتاع ده بتساوي اللي هو السعر الأصلي، بتساوي يلا نستخدم. هنخش هنا على 21، ما جبناش الكلمة الافتراضية مني عشان ده. طب ماشي، احنا ممكن هنعمل ادخال، هنخش نعمل تعبئة من جديد، تعبئة تمام. محمود جاد رقم 22 هياخد يا سيدي 40، ده 3 قصص، وناخد هنا الأصل تنسخ. ماشي، ونعمل إغلاق، وهنا الفواتير جاد، يلا يا أحمد يا جاد، ونخش هنا 22، هنا السعر المباع. ماشي، هو كده متعملتش، بس احنا ايه هناخد 3 و6. ماشي، وهنا جملة، وهنا البيع، سعر البيع اللي هو 50، وهنا الجملة 35. ماشي، بس هنا بقى المشكلة اللي هو يعني ايه، وحد لي الكلام المفروض يعني ده كان ده ملوش علاقة وده ملوش علاقة، بس احنا ممكن نحلها. نلغي اللي هي سعر البيع دي، ونعمل هنا نقط أفضل وأفضل وأحسن. طب نعملها إزاي النقط دي؟ هنعمل هنا بتاعت 55 دي 2 2 من دي، الواحد والتانية اهي، خلاص قول واحد والتاني، وهنضمهم. هنيجي بس هنا عند 55، معلش هنيجي اهو، هنشيل بقى دي ما نفعتش معانا الصراحة، هي نفعت بس انا عايز الشريط يبقى كل واحد مكل. هنيجي هنا طبعا هننزل الاتنين دولت، ادي اول نقطة اللي هو النقطة دي الاولى بتاعت السعر الاساسي. ماشي، هنضم ده مع ده، ليه مش هتنضم؟ ليه خالص مش هتنضم؟ غريبة اوي. هنصرف، ماشي مش مشكلة، ونحط التانية هنا. طبعا دي هتتزق، وهنا تيجي الزق هنا، هنا كل الكمية، وهنا السعر. ده خلاص هنشيله. هنيجي هنا ناخد نسخة من دي، ونكتب هنا الكمية النهائية، الكمية النهائية.
هنا لما نحدد ده او نحدد ده، فهيجيب لي السعر اللي هنا، وهنا هيجيب لي السعر اللي هنا. هنحاول بس نضم قوي شوية كده، لان احنا هنحاول نضم، هنخش هنا اهو بس كده نشوف ديت، يمكن عشان فاضية مينفعش الضم. طب عندي فكرة حلوة، طب ما نشيل أمها، ممكن كده نضم بس كده، نشيلها خالص. هنا بقى هنحاول نزقها قوي قوي. وهنا بقى هنحاول ايه بقى، نعمل مساحة بسيطة كده عشان نفصل بالعين كده، يبقى دي تبع دي ودي تبع دي بس. شكرا. عندي بقى نزق دي كده ايه سنة، بس يبقى ده معروف بتاع ده وده معروف بتاع ده. ماشي، احنا عايزين نعمل بقى ايه، لما تدوس على دي تختفي، لما تدوس على دي تختفي. خلاص، ما ينفعش ان احنا نحدد الاثنين، وما ينفعش ان احنا بس خد بالك لازم يكون الكاميرا الافتراضية بتساوي دي، بتساوي دي الكاميرا الافتراضية بتساوي دي، يعني الكاميرا الافتراضية دي بتساوي ترو، بتساوي ترو. مش عارف ليه مش ظاهر يعني. القيمة الافتراضية هنا بتساوي فولس، يعني فولس بتساوي دي. ماشي، اهي اهي. طب بس احنا كده عايزين نشوف لما نعمل إدخال تعبئة من جديد، جاد طال رقم 23، ممكن ناخد صنف واحد ولا صنفين. ده ما اتعملش طول ليه؟ خلاص ماشي، مش مشكلة. كده احنا لازم نحدد هنا، بنيجي هنا اهو، طبعا ده اسمه فيلد 2 وده فيلد فيلد 1. هنيجي هنا اهو كده، هنا مش كده، هو بس هنا الأول نشوف القيمة الافتراضية ليه هنا، هنا بتساوي وهنا بتساوي ترو، غريبة أوي. طيب مش مشكلة، هنيجي هنا طيب ونشوف كده الجزئية دي. اه
طيب واحنا بندخل الداتا، واحنا بندخل الداتا خلاص هنخلي ديت ما فيش افتراضية ولا حاجة. واحنا بندخل الداتا بتاعت التعبئة هنقول هنا لإدخال الجزء ده واحد جين فيل ون بتساوي ترو. اتنين بتساوي فولس. تعبئة أحمد جاد رقم 24 الطرد هنيجي هنا في الفواتير اللي هو الطرد رقم 24 شايف هنا ترو. هنا أنا بقى عايز لما أضغط على دي تشال. مي دوت فيلد و داتا تو وان بتساوي فولس. نفس القصة هنا داتا تو بتساوي فولس. هنشوف كده هتمشي معانا ولا مش هتمشي معانا. فواتير تعبئة 24 مش كده بقى. هنا بقى لو ايه خلاص ماشي. هنا بقى لما نحدد الكمية تمام، هنا لما نحدد الكمية عايزين السعر بناء على ما تم تحديده. بس هي هل نعملها تلقائي بقى ولا تتعمل ايه بالظبط؟ هنشوف دي في الحلقة الجاية. الحلقة الجاية ان شاء الله هنعملها تنزل تلقائي على السعر المباع، وبعدها لازم يكون منضم الاس. الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.